ورحمة الله وبركاته. الطلبة والطالبات الأعزاء، المشاهدين والمتابعين لقناة منارة العلم English for you، طلبة الصف الرابع الابتدائي وأولياء أمورهم الكرام، أهلا ومرحبا بكم في لقائكم المتجدد على قناة منارة العلم English for you. النهاردة مع حلقة خاصة جدا، حلقة مراجعة الباراجراف بمناسبة الامتحان. الباراجراف من الحاجات الصعبة اللي جات لي عليها كتير من الرسائل، عايزين نتعلم ازاي نكتب باراجراف. الباراجراف صعب على الولاد في السن ده. تعالوا نشوف مع بعض هنكتب الباراجراف ازاي باسلوب سهل خالص. هنقول سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت علام الغيوب، وهنقول اللهم لا سهلا الا ما جعلته سهلا، وانت ستجعل على اولادنا كل صعب سهل ان شاء الله. هنقول بسم الله الرحمن الرحيم وهنبدأ مع بعض. مبدئيا الباراجراف في السن بتاعكم ده مش بيجي من بره. يعني ايه مش بيجي من بره؟ يعني بيجي من منهج، هو مديك دروس، مديك اسماء وحدات، مديك لقطع وفوكابلري وكلمات معينه في الوحدات، هي دي اللي بيجيب لك منها الباراجراف. انت ما بتجيبش حاجه من بره، يعني الباراجراف ده بيتذاكر زيه زي المنهج عادي تماما. طيب في قواعد الباراجراف، القواعد اللي انت تحاسب عليها في السن دوت اللي هو البانكتويشن. يعني ايه بانكتويشن؟ يعني علامات الترقيم. يعني اي جملة، اي سؤال هبدأه بكابيتال لتر. اسماء الاشخاص، اسماء النباتات، اسماء الحيوانات، اسماء الانسان، اسماء البلاد، الجنسيات، كل ده يكتب كابيتال لتر ايا من كان موقعه. يجي في اول الجملة، يجي في اخر الجملة، يجي في نص الجملة، لازم يكتب معايا كابيتال لتر. سألت سؤال، اجي في الاخر احط question mark، علامة استفهام. كتبت جملة، احط في الاخر full stop. قلت اقتراح او قلت حاجة فيها تعجب، احط exclamation mark اللي هي علامة التعجب. هقول هربط بين جملتين ببطء، احط الكومة. هقول and يبقى كذا كذا كومة كذا كومة كذا كومة and كذا في اخر حاجة. ما عادش اقول and لا، and دي بتيجي قبل اخر حاجة بس. تمام. طيب هنشوف مع بعض دلوقتي نماذج للباراجراف اللي ممكن تجيلي. وهو دايما في الباراجراف في سنكم ده برضو بيجيب لكم الجايد اليمنتس او كلمات مساعدة او عناصر مساعدة. انا لو خدت الكلمات اللي هو جايبها لي، كل كلمة دخلتها في جملة ورتبت الجمل دي وكتبت البونكتويشن صح، انا كده كتبت الباراجراف. طيب في حاجة تانية بعد كل اللي احنا قلناه ده، في برضو ناس موضوع الباراجراف صعب عليها. خلاص انت بتحب تحفظ، احفظ معايا الباراجراف اللي هيجيلك زي ما قلنا، بيجيلك على الدروس وبيجيلك على القطع بتاعه الدروس وعلى الفوكابلري بتاعه الدروس. هناخد اكتر من باراجراف تعرف بس معلومات عنه، عشان لما يجيلك في الامتحان تعرف تكون جمل. اول مثلا باراجراف ممكن يجيلي عن الدايجستيف سيستم. يعني ايه دايجستيف سيستم؟ يعني الجهاز الهضمي. طيب انا عايز اقول ان الجهاز الهضمي احنا بنبدا بمضغ الطعام من الفم، وبعدين المريء بياخد الطعام دوت ويوديه من الفم من المعده، وبعدين المعده بتفرز العصاره الهضمه اللي بتهضم الطعام لابسط صوره عشان ناخد منها الطاقه، وبعدين بيوديه للامعاء الصغيره اللي بتكمل الهضم، ثم الامعاء الكبيره اللي بتطلع بقى الويست ماتيريال. او عايز اقول ان الجهاز الهضمي دوت هديه من الله. طيب تعالوا نشوف بقى الجمل اللي احنا هنكتبها. هنقول This is the digestive system، اهو يعني هذا هو الجهاز الهضمي. We show food with our mouth، احنا بنمضغ الطعام ممكن نقول with our teeth كمان اللي هو بسناننا. طيب the esophagus moves food to the stomach، المريء هياخد الطعام للمعدة. The gastric juice digests food، العصارة الهضمة هتهضم الغذاء. The small intestine and the large intestine complete the digestion، الأمعاء الصغيرة والأمعاء الكبيرة هيكملوا لي عملية الهضم. The digestive system is a gift from Allah، يعني الجهاز الهضمي ده هدية من الله. يا إما هحفظ الباراجراف دوت عن الجهاز الهضمي، أو من خلال فهمي لموضوع الدرس هختار أربع جمل أكتبهم عن الجهاز الهضمي. طيب تعالوا نشوف برضو عن الجهاز الهضمي برضو معلومات تانية نقدر نكتبها. ممكن نقول إيه؟ نقول Our digestive system، جهازنا الهضمي.
We use our digestive system to digest what we eat and drink. يعني نحن نستخدم جهازنا الهضمي لهضم ما نأكل ونشرب. We put food in our mouth. إحنا نضع الطعام في فمنا. We chew food with our teeth. إحنا بنمضغ الطعام بسناننا. The food goes down the esophagus. بعد كده الأكل أو الطعام هينزل في المريء. It arrives in the stomach. بعد كده هيروح للمعدة. In the stomach, the food mixes with the gastric juice. بعد كده في المعدة الطعام هيختلط بالعصارة الهضمة. The gastric juice changes the food into a simpler form to get energy and nutrients. يعني العصارة الهضمة دي هتحول لي الطعام لصورة بسيطة جدا عشان أحصل على الطاقة والعناصر الغذائية. من خلال المعلومات اللي أنا عارفاها عن الجهاز الهضمي هختار أربع جمل من دول احفظهم كويس واكتبهم اي ما يجيني معلومات اي ما يجيني ويقول لي اكتب باراجراف عن الدايجستيف سيستم. طيب وطبعا المعلومات دي بتفيدني لما باجي في الريدنج كومبريهنشن او في الليسننج بيجيب لي نفس القطعه. يعني القطعه اللي بتجيلك ليسننج او ريدنج هي ممكن تجيلك في الباراجراف، هي ممكن تجيلك في الاكمل، هي كله يعني بينفذ على كله. فمن خلال حفظي للقطعة دي وفهمي للفوكابلر اللي فيها هقدر أحل أي سؤال يجيلي في الامتحان أيا كان شكله. طيب الريسبيراتوري سيستم، أنا برضو المفروض كان من أهداف التعلم في الدروس إن أنا أعرف الريسبيراتوري سيستم، أعرف الوظيفة بتاعته وأعرف هو بيشتغل إزاي. فطبيعي جدا إنه هو ممكن يجيبهولي باراجراف في الامتحان. فبقول له إيه؟ بقول له This is the respiratory system. يعني ده هو الجهاز التنفسي. We breathe through our nose. نحن نتنفس من خلال أنفنا. The diaphragm goes up and down. الحجاب الحاجز بيطلع لفوق وينزل لتحت. We have two lungs. إحنا عندنا رئتين. We breathe in oxygen. إحنا بناخد نفس أكسجين، يعني بنتنفس الأكسجين. We breathe out carbon dioxide. وبنخرج الكربون دايكسيد يعني الشهيق والزفير. الشهيق احنا بناخد اكسجين، والشهيق في الشهيق بناخد اكسجين، وفي الزفير اللي هو بريز اوت بناخد الكربون دايكسيد. بقول برضو the respiratory system is a gift from Allah. يعني الجهاز التنفسي ده هدية من ربنا. يعني عن طريق الطريقة بتاعة الجهاز التنفسي اللي انا فهمها اقدر اكون اربع جمل احكي فيهم عن الجهاز التنفسي. يستحسن ان انا ابقى حافظ الاربع جمل دولت ومنقي ابسط اربع جمل وحافظهم عشان الديكتيشن يبقى صح، عشان البانكتويشن تبقى صح. وانت لما تحفظ الباراجراف عن الحاجة اللي جاية لك زي ما قلت كذا مرة، ده هيساعدك ان انت تبقى فاهم الليسنينج وفاهم الريدنج وتقدر تحل الماتشنج وتقدر تحل الكمبليت، لان الدروس كلها بتبقى عايزة توصلك معلومة معينة. المعلومة دي هوصلها لك عن طريق ان انت تتعلم المعلومات وتكتبها في باراجراف، او عن طريق ان انت تسمع قطعة وتحل اسئلة عليها، او عن طريق ان انت تقرأ قطعة وتحل اسئلة عليها، او عن طريق تعمل ريوردر لجمل وهكذا. فأي معلومة بتجيلك افهمها واحفظها لانها هتفيدك في الحل. طيب معلومات تانية عن الريسبيراتوري سيستم. We use our respiratory system when we breathe. طيب احنا بنستخدم جهاز التنفسي لما بنتنفس. We need oxygen in our bodies. احنا بنحتاج الاكسجين في اجسامنا. We breathe in air through our nose. نحن نتنفس الهواء من مناخيرنا. Our diaphragm goes down. الحجاب الحاجز هينزل لتحت. It pulls air into our lungs. هيسحب الهواء يدخله لنا في الرئتين بتوعنا. In the lungs, the oxygen from the air goes into our blood. في الرئتين الأكسجين اللي في الهواء هيدخل للرئتين بتوعنا عن طريق الدم. Our heart pumps this blood around our body. بعدين القلب هياخد الهواء المحمل بالأكسجين ده ويضخه في الدم لكل أجزاء الجسم. The diaphragm goes up. بعد كده الحجاب الحاجز هيبتدي يطلع لفوق عمليه بقى ايه الزفير.
It pushes air with carbon dioxide out of our lungs. هيطرد الهواء المحمل بثاني أكسيد الكربون برا الرئتين بتاعنا. We breathe out. فإحنا كده بنعمل إيه؟ بنتنفس لبرا. بنتنفس لبرا دي يعني إيه؟ يعني الزفير بنطرد إن إحنا أخدناه. طبعا أنا لما أجي، دي معلومات حلوة جدا وبتفيدني، بس أنا لما أجي أكتب باراجراف مش هكتب كل ده. أنا كطالب في الصف الرابع الابتدائي مطالب بأربع جمل. اكتب أربع جمل تشرح فيهم إن أنت فهمته عن الريسبيراتوري سيستم، تراعي فيهم البانكتويشن، تبدا بكابيتال ليتر، تحط الفول ستوب، تحط الكوما، تحط الكويستشن مارك، هتاخد الدرجه بتاعتك. طيب ممكن يجيب لي كمان عن ايه؟ ممكن يجيب لي كمان عن ستيب ايجل. مش الستيب ايجل دوت انا خدته اللي هو نسر الشهاب؟ طيب هو بيقول لي ايه بقى؟ بيقول لي this is the step eagle، ده نسر الشهاب. It lives in big open areas، هو بيعيش في اماكن مفتوحه، اماكن واسعه وكبيره. It's about 3 kilograms، وزنه تقريبا 3 كيلوغرام. It has very big wings، هو عنده أجنحة كبيرة. They are about 170 centimeters long، هي حوالي 170 سنتيمتر الطول بتاعها. It eats other birds، بتاكل الطيور التانية. Small mammals، والثدييات الصغيرة. And rabbits، والأرنب. The female is bigger than the male، يبقى the female is bigger than the male، يعني الأنثى female أنثى أكبر من الذكر. طيب دي معلومات فادتني جدا، ممكن زي كده في الباراجراف، ممكن تجيلي listening، ممكن تجيلي reading، matching، خلاص تمام. طيب أنا ممكن بقى أكتب حاجات أبسط كمان كطالب صغير في رابعة ابتدائي. أقول إيه؟ The step eagle is a beautiful bird، أنا شايف إن هو طائر جميل، شكله حلو عجبني. It eats other birds and rabbits، بيأكل الأرانب وبيأكل الطيور التانية. The female is bigger than the male، والأنثى بتاعته أكبر من الذكر. كده أنا لخصت الموضوع كله وكتبت الأربع جمل السهلين إن أنا عارفاهم. بدأت بكابيتال ليتر زي ما إحنا شايفين قدامنا أهو، بعد كل جملة كنت بحط الفول ستوب، أخدت الدرجة بتاعتي كاملة. تمام؟ طيب باراجراف كمان عن السنيك اللي هو التعبان. ممكن اقول this is the Egyptian snake، ده التعبان المصري، او this is a snake، تعبان وخلاص. it's very long، هو طويل جدا. it has a big head، عنده راس كبيرة. it lives in the desert، هو بيعيش في الصحراء. it eats mice، بياكل الفيران. it feels scared، يعني شكله مخيف، بيخليك تشعر ان انت خايف. it's very dangerous، هو خطر جدا، لانه طبعا ربنا يعزنا ويعزكم يا رب، هو لو قرص البني ادم بيموته، هو سام، فطبعا بيبقى خطير جدا. طيب ممكن بقى بما انه بيتكلم عن الحيوانات يجيب لي مثلا الجيراف ويقول لي اتكلمي عنيها. طيب انا شايفه ان الجيراف دي it's a very beautiful animal، ادي جمله. this is the giraffe، هذه الزرافه. the giraffe is the tallest land animal on earth، الزرافه دي اكبر حيوان بري في على الارض. It lives in Africa، هي بتعيش في أفريقيا. It's about 6 meters tall، هو طولها 6 متر. It's about 950 كيلوغرام، هي وزنها حوالي 950 كيلوغرام. It eats plants، هي بتتغذى على النباتات. It's a very amazing animal، هو حيوان مدهش وجميل. طبعا انا ممكن بقى ما اقعدش احفظ طولها ووزنها والكلام دوت، بس انا ممكن اقول ان هي beautiful animal، هي the tallest animal، هي اطول الحيوان، هي اجمل حيوان. eats plants، هي بتاكل النباتات. and it's amazing animal، وهي حيوان دمه خفيف جدا. كده كتبت الاربع جمل وخدت الدرجه بتاعتي. تمام، يعني الموضوع سهل مش صعب، المهم نعرف ازاي نكون الجمله ونراعي علامات البانكتويشن. طيب هو لو جاب لي حاجة زي كده، هو كده بيتكلم عن الريم غزال، اللي هي غزالة الريم. برضو كأي حيوان ممكن أقول الريم غزال look very beautiful، شكلها حلو. they live in صحراء desert، هم بيعيشوا في الصحراء. and they walk around looking for grass leaves and plants to eat، كمان هما بيبحثوا عن الحشيش وأوراق الشجر والنباتات عشان ياكلوا. they have big ears and long horns، هي عندها ودان كبيرة وقرون طويلة. they have yellow white coats، عندهم الفرو بتاعهم الجلد بتاعهم دوت لونه أبيض مصفر.
سمني كده which protect them from the sun اللي بيحميهم من الشمس. They have hooves on their feet عندهم حوافر في القدم بتاعتهم. These hooves هذه الحوافر help them walk on the sand like camels بتساعدهم انهم يمشوا على الرمال زيهم زي الجمال. They don't need to drink a lot of water مش محتاجين يشربوا مية كتير. طيب انا مش هقعد اكتب ده كله, اكتب ايه؟ اكتب ريم غزال is very beautiful. It lives in desert. It eats grass, leaves and plants. It have long horns. It have yellow white coats. شوفوا كذا جملة هي سهلة خالص اختصرناهم. Their hooves help them to walk on the sand. خلاص خلصت. أو أقول they don't need to drink a lot of water لأن أنا بقول هما زيهم زي الكامل بيعيشوا في الصحراء, فطبيعي أن الهوفز بتاعتهم تساعدهم أنهم يمشوا على الساند, وطبيعي أنهم ما يكونوش بيشربوا مية كتير عشان يتحملوا الظروف المعيشية الصعبة القاسية بتاعت الصحراء من حيث ارتفاع درجات الحرارة يعني وكده. خلاص يبقى معلومات كتير بتبقى عندي عن الحاجة, أختار منها أربع جمل وأكتبها. طيب حاجة تانية برضو باراجراف تاني برضو عن الريم غزال بطريقة تانية اهو. This is the ريم غزال. It lives in Sahara desert. It eats grass, leaves, plants. It has big ears, long horns. The horn is about 25 centimeters tall. طبعا انا ما بترجم الباراجرافات دي بستفاد بيها في الباراجراف, بستفاد بيها ان دي ممكن تجيلي قطع listening او تجيلي قطع reading زي ما اتفقنا. The ريم غزال is about 25 kilogram. It has white yellow coat. It can walk on the desert by its hooves. It doesn't drink a lot of water. It lives about 14 years. يبقى هي بتعيش في الصحراء, هي بتاكل الحشيش أوراق الشجر النباتات, عندها ودن كبيرة وعندها قرون طويلة, طولها حوالي 25 سنتي ووزنها حوالي 25 كيلو, عندها الفراء بتاعها أو الجلد بتاعها بيكون لونه أبيض مصفر. هي بتقدر إنها تمشي في الصحراء عشان الحوافر بتاعتها, وما بتحتاجش تشرب مية كتير, وبتعيش حوالي 14 سنة. وأنا مش هقعد أحفظ الطول بقى والوزن وكده, أنت ولد يعني جامد كده وذاكرتك قوية بتعرف تحفظ, خلاص واحد تاني ضعيف شوية مش عارف يحفظ اكتب أربع جمل. هي beautiful animals eat grass and leaves and plant live in the desert. ادي كده معايا ثلاث جمل. has white yellow coat. كده الاربع جمل خلصوا وخدت الدرجه بتاعت الباراجراف, يعني الموضوع اسهل من ما تتصوروا. يعني اهي جايب لي برضو ريم غزال وجايب لي beautiful وgrass وhorns وhooves. طيب انا عايزه بقى اعمل اربع جمل على الكلمات اللي جايه دي, فهقول ريم غزال look very beautiful. ريم غزالز look very beautiful. They live in the Sahara desert. They eat grass, leaves, and plants. They have big ears and long horns. They have hooves on their feet. يبقى هي شكلها جميل, بتاكل الحشيش والنبات وأوراق الشجر, عندها ودان كبيرة وقرون طويلة, والحوافر بتاعتها في رجليها يعني عندها حوافر. أوكي طيب another paragraph عن الهورس, بقول this is the horse. It has beautiful eyes, strong teeth. The horse likes to eat grass, drink fresh water. It's faster than camel. كده خلاص انا خدت اللي انا عايزه. ممكن اقول بقى it's shorter than the camel. انا زي ما قلت ان هي اسرع من الجمل, بس هي في نفس الوقت اقصر من الكامل. It's less perfect than the camel. هي طبعا اقل كفاءة من الجمل لان الجمل قوي بيقدر يستحمل الظروف المعيشية الصعبة في الصحراء. الحصان لا, الحصان ممكن يمرض وممكن يتعب, الحصان عايز رعاية خاصة يعني. It lives about 30 years وبيعيش حوالي 30 سنة. يبقى اكتب ان هو beautiful, اكتب اللي هو faster than camel, اكتب اللي هو eat grass and drink fresh water. كده خلاص الاربع جمل وخدت الدرجه بتاعت الباراجراف. المهم اراعي البانكتويشن, كابيتال ليتر في البدايه, فول ستوب في النهايه, او question mark. طيب عايزه اتكلم عن الكامل. This is the camel. It's very strong. ده الجمل, والجمل ده قوي جدا.
They have delicious milk and useful fur. هم عندهم لبن لذيذ قوي وفرو مفيد. The camel is perfect for the desert. طبعا الجمل مفيد جدا للصحراء. It's taller than the horse. هو أطول من الحصان. It's slower than the horse. بس هو أبطأ من الحصان. It's more perfect than the horse. هو طبعا أفضل من الحصان لأن هو قوي ويستحمل الظروف المعيشية الصعبة، درجة الحرارة العالية زي ما قلنا. It's heavier than horse. هو وزنه أتقل فبيبقى أتقل. It lives about 40 years. يبقى أنا هقول إن الكامل look beautiful، الكامل very strong، الكامل live in the desert، it's faster than sorry it's slower than horse and taller than horse بس and have delicious milk. خلاص كده كتبت الجمل اللي أنا عايزها وخدت درجة الباراجراف. طيب هنا هو كاتب لي إن الكاملز amazing وcan carry things إن هما يقدروا يشيلوا الأشياء وthe milk is delicious اللبن بتاعهم طعمه لذيذ وwe can use their fur to make clothes إحنا برضو نقدر نستخدم الفرو بتاعهم في إن إحنا نصنع الملابس. معلومات برضو أكتر عن الكامل إن الكاملز are amazing they are beautiful strong animals. الجمال ممتعين ومدهشين وهم جمال وحيوانات قوية. they help us to carry things and people to cross the desert. بيساعدونا طبعا على حمل الأشياء وحمل البني أدمين عشان يعبروا الصحراء نمشي من خلاله في الصحراء. their milk is delicious اللبن بتاعهم طعمه جميل وده كده ينفع باراجراف من غير ما أكمل أي حاجة. كمان معلومات عنه بقى تفيدني في listening والreading والwriting. we can use their fur to make clothes احنا ممكن نستخدم الفرو بتاعهم عشان نصنع الملابس. camels are perfect for the desert الجمال مفيدة جدا للصحراء. camels have large flat feet الجمال عندها رجلين عريضة كبيرة so they can walk on the sand عشان كده يقدروا يمشوا في الرملة لان رجلهم لو كانت رفيعة كانت هتدفن في الرملة وتنزل لتحت وتغوص كده والجمل يغرق منك ما كانش ينفع عشان يعرف يمشي في الصحراء اللي هي فيها رمال غويطة جدا فلازم كانت تبقى قدمه كبيرة كده ومفلطحة وتقدر تدوس في الأرض من غير ما تغوص فيها. camels can live without water for a long time هم برضو يقدروا يعيشوا من غير مية لوقت طويل. we can use their fur to make clothes احنا ممكن نستخدم الفرو بتاعهم في صنع الملابس. camels have large flat feet هم عندهم برضو الرجلين العريضة المفلطحة. camels have special ways to clothe their noses and eyes عندهم طرق مختلفة يقدروا بيها يغموا عينيهم ومناخيرهم to stop the sand from coming in عشان يوقفوا التراب من ان هو يدخل في عينيهم لما بتيجي الرياح والتراب بيتشال من الارض عشان يدخل في عينيهم هم بيقدروا يقفلوا عينيهم ومناخيرهم عشان التراب ما يخشش فيهم. طيب باراجراف تاني عن الفينك فوكس. الفينك فوكس ده تعلب الفينك lives in the desert هو بيعيش في الصحراء. it's about 1 kilogram it's about 20 centimeters tall and 40 centimeters long هو وزنه كيلو والطول بتاعه 20 سنتي والعرض بتاعه 40 سنتي. it's very small هو صغير جدا. it has very big ears عنده ودان كبيرة جدا and thick fur وعنده فرو سميك. it eats insects هو بيأكل حشرات small lizard والسحالي الصغيرة and mice والفئران. فأنا ممكن أقول برضو beautiful animal live in the desert very small has big ears has thick fur eat insect with small lizard and mice وكده أبقى خدت الدرجة. طيب هو برضو هنا كاتب لي باراجراف تاني عن الفينيك فوكس يعني عشان يعرفني معلومات أكتر عشان كل يعني أنا لما هذاكر المختصر ممكن ما أجيبوش كله ممكن أنسى إنما لما أذاكر معلومات كتيرة وفي الامتحان حتى لو نسيت هيتكون في دماغي الأربع جمل اللي أعرف إيه أكتبهم. أي حاجة تجيلك أي حيوان إيه ابدأ باللي هو إيه إتس كذا اللي هو اسمه وقول بعد كده إتس فيري بيوتيفول أنيمال وإن هو حيوان جميل وبعدين ابدأ أوصفه بقى لو صغير تقول إتس أسمول أنيمال لو كبير قول إتس بيج أنيمال تبدأ بقى توصف هو بياكل إيه قول إت إيتس مثلا بلانت ولا جراس ولا ميت وهكذا يبقى كده من خلال بس إن أنت تقول شكله حلو كبير أو صغير أو بياكل إيه أنت عملت الأربع جمل اللي أنت عايزهم عن الحيوان.
The fennec fox lives in the desert. طبعا بيعيش في الصحراء. It's smaller than other fox. وهو صغير عن التعالب التانية. Its ears are big. ودانه كبيرة. The fennec fox needs big ears to hear insects and small animals. هو محتاج ودان كبيرة عشان يسمع الحشرات والحيوانات الصغيرة. It loses heat from its ears. بيفقد الحرارة من الودان بتاعته، عشان كده الودان بتاعته كبيرة. صورة زي دي هو جايب لي مدينة الاسكندرية او اي مدينة عليها بحر يعني، وبيقول لي اتكلمي عنها. فهنا في مثلا اداني في الجايد اليمنتس مثلا كلمة الكسندريا، يبقى عايزني اتكلم عن الاسكندرية، عايزني اتكلم عن مكان. اي ما يقول لي برضو اتكلمي عن مكان، قولي المكان ده بيوتيفول. وبعد كده ابتدي وصفي بقى، هو في بحر، هو في مكتبة، هو في جناين وهكذا. فهنا بقول this is Alexandria Governorate، دي محافظة الاسكندرية. Alexandria has beautiful beach. القطعة اللي هو مديها لي بتاعة دمياط جافنوريت. اقدر اتكلم برضو على اي بلد واشوف الحاجات اللي فيها. طيب Alexandria has beautiful beaches، اللي هي يعني عندها شواطئ جميلة. Alexandria has Alexandria library too، يعني طبعا في اسكندرية في مكتبة الاسكندرية اللي هي مكتبة عملاقة جميلة جدا. We can visit Alexandria. About 5 million people live in Alexandria. احنا نقدر نزور الاسكندرية، وحوالي 5 مليون مواطن عايشين في مدينة الاسكندرية. طبعا ملاحظين ان الاسكندرية كله بنكتبها كابيتال عشان هي اسم بلد. هنا هو عايز يتكلم برضو عن دمياط جافنوريت، وطبعا دي بالنص كده موجودة في الكتاب اللي هو بيتكلم عن محافظة دمياط. فبيقول the land in دمياط is rich in nutrients، يعني غنية بالعناصر الغذائية. ممكن اكتفي واقول it's rich وخلاص. There are many fruits in دمياط، فيها فاكهة كتير. There is دمياطي cheese، it's very famous، عندهم الجبنة الدمياطي اللي هي مشهورة جدا. Fisherman catch many fish in the sea، الصيادين بيصطادوا كثير من الأسماك اللي في البحر. About 1.5 million people live in دمياط، حوالي 1.5 مليون شخص عايشين في دمياط. Life is good in دمياط، الحياة جميلة في مدينة دمياط. كل ما عرفنا فوكابلري وعرفنا نكون جمل، كل ما حفظنا جمل، كل ما خدنا بالنا من القطع اللي موجودة في الكتاب، كل ما عرفنا نحل الامتحان، والامتحان كان بالنسبة لنا سهل خالص. طيب النيكد مور رات اللي بنسميه الفار الأقرع يعني، أو الفار اللي ما عندوش شعر خالص، فهو عايز أتكلم عليه وأتكلم على شعره وأتكلم على إيل وأتكلم على الطيب. فبقول the naked mole rat lives in eastern Africa، بيعيش في وسط أفريقيا اللي هي أفريقيا الشرقية. it has big teeth and no hair. طبعا طالما فار بيقولك ايه ده انت عندك سنان فار، اللي هنا ما تبقى سنان كبيرة، وما عندوش شعر خالص. it doesn't get ill، ما بيعياش. it lives for a very long time، وبيعيش لوقت طويل. بالمناسبة فيديو زي ده يا جماعة، ده بيبقى مراجعة على الباراجراف اللي هو بيعرفك معلومات عن الحاجة وازاي تكتبها، في نفس الوقت بيبقى مراجعة عن الدروس، لان تقريبا هو فيه كل الريدنج كومبريهنشن اللي موجودة في الدروس، ودي كل الريدنج والليسننج اللي ممكن يجيلك في الامتحان. يعني ممكن كل قطعة من قدامك دي تجيلك باراجراف او تجيلك ليسننج او تجيلك ريدنج. فانا بكرر اهو، القطعة دي مهمة جدا، فلو عرفت تقرأها وعرفت ترجمتها هتسهل معايا في حل الامتحان جدا جدا جدا، وتخليني اجيب الفول مارك. طيب the naked mole rat اللي هو الفار العاري اللي بدون شعر ده الأقرع، lives in eastern Africa، خلاص انا عارفة الكلام ده، اللي هو بيعيش في افريقيا الشرقية. it has big teeth and no hair، عنده سنان كبيرة وما عندوش شعر. it can't control its body temperature، ما بيقدرش يتحكم في درجة الحرارة. ليه؟ لأنه لا عنده شعر ولا عنده فر ولا عنده حاجة تخليه يتدفى بيها، فbecause it has no hair فما يقدرش يتحكم في درجة الحرارة. it isn't cute animal but it is amazing، ما اقدرش اقول beautiful animal. ليه؟ لأن ما فيش حد بيحب الفران، يعني الفران دي الناس بتقرف منها، فهو مش كيوت، هو مش cute animal. it's isn't cute animal but it is amazing، بس هو مدهش. مدهش في ايه بقى؟ اللي هو it doesn't get ill، ما بيعياش خالص. it lives for very long time 31 years، يعني احنا لما نشوف مثلا الهورس بيعيش 3 years بس على جماله وعلى كبره وعلى حلاوته وفايدته، انما حاجة زي الفار ممكن تعيش 31 سنة، فهو يعني بيبقى special. Scientists want to learn all about mole rats، وطبعا العلماء عايزين يعرفوا معلومات اكتر عن الفار العاري دوت،
لانه بالنسبه لهم مدهش ازاي ما بيعياش خالص وازاي يعيش لمده 31 عام. هنا برضو بتكلم عن هورسز تاني، فبقول برضو ان هم ها the horses have strong teeth، عندهم سنان قويه. they like to eat grass، بيحبوا ياكلوا الحشائش. and drink fresh water، ويشربوا الميه الفريش النقيه يعني. وهنا بيقول لي برضو ان the horses are 1.4 ل 1.8 متر، يعني متر و 4 سنتي او متر و 40 سنتي او متر و 80 سنتي، والويت بتاعهم من 380 ل 550 كيلوغرام، يعني الوزن بتاعهم من 380 ل 550 كيلوغرام. ودي بس معلومة ليك، ممكن لما تيجي تكتب ما تستعينش بالمعلومة دي خالص، انت اكتب بس ان هو فاست، ان هو like eat grass drink fresh water has strong teeth. ممكن برضه اقول has beautiful tail، لان الديل بتاع الحصان دوت حتى لما بيبقى بنت حلوه كده شعرها طويل وحلوه عامله كده شوفال كده، فيقولوا لها ايه انت الديل الحصان بتاعك جميل، فممكن اتغزل مثلا في ديل الحصان. فكده يبقى انا كتبت الباراجراف وكتبت الاربع جمل اللي هو عايزهم. حاجة تانية برضو خلناها في الدروس الهيلثي فود، لأن الوحدة كلها بتتكلم I feel good، فبتتكلم عن how to feel good. You must eat healthy food to be good. You must practice sports. You must exercise. لازم تتدرب، لازم تمارس رياضة، لازم تاكل أكل صحي. You must give up smoking. المفروض تبطل أو تقلع عن التدخين. كل ده هيخليك إن أنت تبقى you feel good، عشان تتحسن إن أنت أحسن وتحس إن أنت بصحة جيدة. فهنا أنا بتكلم عن الهيلثي فود، فممكن أقول إيه، أقول I like healthy food، أنا بحب الأكل الصحي. I eat vegetables and fruits، أنا باكل الخضار والفاكهة. mom cooks healthy meals، مامتي بتطبخ وجبات صحية. she cooks chicken and rice for lunch، الوجبة الصحية ايه، اكل فراخ ورز وسلطة، اكل لحمة وخضار، هي دي الوجبات الصحية. انما junk food بقى زي الدليفري الكنتاكي والماك والحاجات دي مش صح، لو هاكلها يبقى مرة واحدة في الشهر، مش اللي هو كل يوم كل يوم عايز المقلي والحاجات دي، عشان ده هيسبب لك سمنة، ممكن يسبب لك سكر، ممكن يتعب لك القولون، ممكن يضعفك. انما لازم تاكل الاكل ايه الصحي، اللي هو الهيلثي فود، اللي هو الرز والخضار واللحمه. we eat bananas and grapes for dessert، يعني التحليه بتاعتي بتبقى ان انا باكل العنب وباكل الموز. اتكلم بقى على الهيلثي فود، فاقول مثلا we eat healthy food، we love eating salad and chicken، we love eat fruits and vegetables كده. يعني ممكن تكتب في كذا حاجه، المهم تبقى فاهم ان الاكل الصحي معناه اكل الخضار والفاكهه، واكل الوجبات زي الرز مع الفراخ او اللحمه مع الخضار. السبايدرز اللي هي العناكب، ممكن اقول برضو spiders are scary، يعني بنخاف منهم. but they are helpful because they eat insects، بس هما مفيدين عشان هما بياكلوا الحشرات. وinsects eat plants so farmers like spiders، يعني الحشرات بتاكل النبات، مش لما بتلاقي مثلا ثمرة حاجة انت جايبها بايظة كده فبتلاقي الحشرة اللي هو مثلا زي دودة واكلها او حاجة، فالثمرة بتبص فبترميها. طيب انا لو ما فيش السبايدر اللي بياكل الدودة ده او بياكل الحشرة ده، فهيبقى كل الزرع بايظ من الديدان اللي عمالة تنقر فيه. فبالتالي الفارمرز المزارع بيحب السبايدرز عشان بتخلصه من الانسكتس اللي بياكل البلان. فهمنا الدنيا ماشية ازاي؟ فممكن نعمل الباراجراف عن كده، فنقول ان spiders are scary، هي فعلا مخيفة. but they are helpful، بس هم مفيدين. because they eat insects، عشان هم بيأكلوا الحشرات. and insects مثلا ايه eats the plants، يعني بتأكل النبات او بتبوظها. so farmers like spiders، فعشان كده المزارع بيحب العناكب. طيب هنا برضو بتكلم عن crocodiles and snakes، بيتكلم عن التمساح والتعبان. فممكن اقول ان الاثنين are dangerous، crocodiles and snakes are dangerous، هم خطرين. but they are important، بس هم مهمين. ليه؟ لان في عملية التوازن البيئي ربنا لما خلق الكائنات خلق كل الكائنات مهمة، مهما خفت منها، مهما ما عجبكش شكلها، مهما كان حجمها صغير، مهما كان حجمها كبير، كل حاجة ليها دور سبحانه، خلق كل شيء بقدر. فهنا التعبان ده بياكل الفيران، والكروكودايل بياكل الليزرد وبياكل الانسكس وبياكل البيردز، فبالتالي بيبقى في عملية للتوازن البيئي.
من غيرهم مش هنقدر نتحكم في أعداد وأرقام الكائنات الصغيرة، فلازم من وجودهم عشان نتحكم في الكائنات الصغيرة دي، لأن أي حاجة هتزيد عن حدها هتقلب لي عملية التوازن البيئي وهتقلب لي نظام البيئة. فهم رغم أنهم خطرين ولكنهم مفيدين. فهنقول crocodiles are snacks and crocodiles and snacks are dangerous. التماسيح والتعابين خطرين، but they are important ولكنهم مهمين. They eat insects، هم بيأكلوا الحشرات. Birds، الطيور and lizards والسحالي. They controls the number of these small animals، هم بيتحكموا في عدد الكائنات الصغيرة دي، معناها انهم بيقللوها لي. طيب هنا برضو جايب لي مجموعة من الحشرات، مثلا سناك وكروكودايل وإنسكتس، فبرضو ممكن أقول إن many animals live in our country، في مثلا حيوانات كتير بتعيش في البلد بتاعتي. crocodiles are scary، التماسيح مخيفة. spiders are helpful، بس العناكب مفيدة. they eat insects، هم بياكلوا الحشرات عشان كده هم مفيدة. snakes are dangerous، والتعبان بيبقى خطر. animals are important، ولكن الحيوانات مهمة. كلمات بسيطة خالص، كونت منها جمل، عملت منها باراجراف، اخد عليه الدرجة كاملة. راعيت علامات الترقيم، بدأت بالكابيتال ليتر ونهيت بالفول ستوب، يبقى كده خدت الدرجة بتاعتي. الجيرمينيشن بروسيس اللي هي عملية الإنبات، ازاي اقوم بعملية إنبات لأي نبات؟ اول حاجة put a seed in soil، اول حاجة احط البذرة في التربة. the seed needs sunlight and water so it can grow، البذرة هتحتاج للشمس او للنور بتاع الشمس والمية عشان تنمو. the seed grows roots under the soil، بعدين البذرة دي هتعمل لي جذور تحت التربة. then it grows a shot and gets taller above the soil، بعد كده البذرة دي هتنمو فوق التربة وتعمل لي شتلة او تعمل لي يرقة، يعني تعمل لي وردة صغيرة كده، اللي هي بداية الإنبات. بقى بداية عملية الإنبات دي اللي هتظهر فوق سطح الأرض أو تطول شوية كده عن التربة. finally the full plant grows، وبعدين في النهاية النبات اللي عندي هينمو بقى. هينمو بقى ازاي؟ it grows leaves and flowers، هيظهر بقى يطلع الثمرة بتاعتي ويطلع أوراق الشجر. هي دي germination process اللي هي عملية الإنبات. عايز اعمل عملية الإنبات دي وافهمها كويس عشان نتخيلها مع بعض، هنجيب حتة قطنة ونبلها بشوية مية وهنحطها في طبق او علبة بلاستيك، علبة حلاوة طحينية، علبة اي حاجة. وبعدين هنجيب فولة، فولة من الفول اللي احنا بناكله ده بس ما تكونش لسه استوت، يعني فولة من الفول اللي بيجي من عند العطار، الفولة الناشفة دي. وبعدين حطها على قطعة القطنة دي وهي مبلولة وسيبها، سيبها يوم، سيبها اتنين، ادخل كده هتبص تلاقي الفولة دي عملت لك جدر اخضر. الجدر الاخضر ده اللي هو النبتة اللي اتنبتت. طيب انا بقى على توسع زي الفولة دي، لو انا جبت الفولة دي بقى وحطتها في قصرية زرع فيها طينة، هتدي الفولة دي تعمل جذور وبعدين وعرضتها للشمس والمية، وبعدين هتطلع فوق سطح التراب اللي انا حطاه ده، هتطلع هي فوق السطح، وبعد ما تطلع هي فوق السطح بتاعه هتروح عاملة لي الزهرة وعاملة لي الاوراق، ويبقى كده العملية بتاعت الانبات تمت. انا ممكن في البيت اعمل القطنة بالفولة المبلولة واشوف اول عملية الانبات، بعد كده عشان احفرها بقى في التربة والكلام ده هات فيديو من على اليوتيوب وشوف العملية قدامك. هتبقى الموضوع سهل ان انت ايه، يعني هتتخيل بقى اللي بيحصل كله ان انت هتشوفه فمش هتنساه تاني. اهم حاجة اعرف ان الجيرمينيشن بروسيس يعني عملية الانبات، واعرف الخطوات بتاعها لان بيجي بيسألني فيها. فاول حاجة put the seed in the soil، هحط البذرة في التربة. بعد كده the seed needs sunlight and water، هعرضها بقى للشمس والمية. بعد كده the roots grow under the soil، الجذر هيتكون. بعد كده the shot grows above the soil، الشتلة هتتكون فوق التربة. finally the plant grows leaves and flowers، وفي النهاية النبات هيكون لي الزهرة وأوراق الشجر. طيب حاجة ثانية من الحاجات اللي اتكلمني عليها في الدرس كان البلكان اللي هي البجعة and the bear. طيب عايز اتكلم عنهم، اقول ايه؟
انا عرفت ان الاثنين عرفتهم او سمعت قصتهم كانوا الاثنين في النهر، فهقول ابل كان اند بير ار ان ذا ريفر، كانوا في النهر. they are hungry، كانوا جعانين. they try to catch the big juicy fish، وحاولوا انهم يصطادوا السمكه الجوسي الحلوه دي. they try to catch the big juicy fish. خلاص طيب، وممكن بقى ابتدي اوصف له البلكان بقى واقول له بقى ان هي كان عندها منقار طويل، وابتدي اوصف البير واقول له ان البير دي فيري فات وكده يعني. بس يعني ايه من المختصر المفيد لو انا هتكلم عن قصه او كده، يبقى ابل كان اند بير ار ان ذا ريفر اند ذي ار فيري هانجري اند ذي وانت تو كاتش ذا جوسي فيش. طيب هنا برضو حاجة من الحاجات اللي اتكلمنا عليها في الدرس ممكن يجيبها لي في الباراجراف او في الليسنينج او في الريدينج، الفلاب جاكس اللي هي فطائر الشوفان. How to make flap jacks، ازاي اعمل فطائر الشوفان؟ فهقول له melt the butter وsugar وhoney، يعني هنسيح الزبدة ونحط عليها السكر والعسل. in a large pan over low heat، في طاسة كبيرة كده على النار في درجة حرارة منخفضة. add oats and salt and then stir well، يعني ضيف الشوفان والملح وبعدين اعمل عملية تقليب. bake for 20 minutes، وبعد كده اللي هيطلع ده بقى يا هنقرصه ولا هنقطعه ولا نحطه في صينية وبعدين نخبزه لمدة 20 دقيقة. when the flapjacks are cold slice into small squares، بعد كده لما الصينية بتاعتي تبرد هبتدي اقطع الفطاير دي لقطع مربعة صغيرة. تمام طيب برضو حاجة من الحاجات المشهورة جدا بتيجي دايما في الليسنينج او في الريدينج او يقول لي عليها في الكومبريهنشن، لما يقول لي food from دمياط governorate، اللي هو يقول لي الطعام اللي بنجيبه من محافظة دمياط. طبعا مشهور جدا الجبنة الدمياطي، ومشهور جدا برضو ان الارض بتاعتها كلها خير، فبالتالي المزارعين بيزرعوا فيها بقى اللي هو اللي احنا خدناه في الدرس، الرايس بقى، التوميتو، البوتيتو، الليمونز، الجوافة، الجرابس وهكذا. يبقى اي مثلا اقول اي ليف ان دمياط، فارمرز جرو رايز، توميتوز، بوتيتوز، ليمونز، ويت، شوجر كانز، اي بقى المزروعات اللي انا خدتها في الدرس. they raise cows goats and sheep، وهم بيربوا البقر والاغنام والخرفان. دمياطي تشيز is famous، والجبنه الدمياطي مشهوره. life is good in دمياط، الحياه جيده في دمياط. ده كان اخر باراجراف معايا النهارده في الحلقه بتاعتي. المعلومات بتاعت الباراجراف دي تعتبر تلخيص للدروس، تعتبر تلخيص لجميع القطع اللي جت في الريدنج والليسننج. الحلقه بتاعت النهارده هتفيدني في ان اي قطعه من دولت لو جت في الريدنج او الليسننج انا فهمت معناها وترجمتها، وبالتالي هعرف احل الاسئله. وبتفيدني انها لو جت في الباراجراف انا اتعلمت عن كل موضوع من دولت 4 جمل اقدر اعبر بيهم عن الصوره واخد الدرجه النهائيه. كده انا وصلت لنهايه حلقتي النهارده معاكم من قناه مناره تنانم انجلش فور يو. شكرا على حسن المتابعه. ارجوكم اي حد يستفاد من الفيديو يعمل له شير، زكاة علم توصل للجميع، نساعد بيها الجميع وربنا يجعلها في ميزان حسناتنا ان شاء الله. مستنية الكومنتس بتاعتكم لأي حاجة اقدر ان انا اعدل فيها، احسن من ادائي، اي حاجة انتوا عايزينها اساعدكم بيها اكتر انا تحت امركم، اي حاجة عايزيني اشرحها لكم انا برضو تحت امركم. شكرا على حسن استماعكم. كانت معكم منارة العلم English for you، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.